شروق الشمس الساعة 6:05 صباحا. حدائق الملك عبد الله العالمية. هنا مجسم جميل على اليسار هذا راية التوحيد. هاي على البنزين على البريك. السيارة لحالها تمشي. وهذا طريق بيشة، طريق أبها، طريق الرين. ما شاء الله تبارك الله. وسط هالجبال من الرمل. شوف المزارع هذه ما شاء الله كيف على الطريق. رويان ومطر ما شاء الله. طرق يعتبر في المملكة يعني دائما تصير عليه حوادث قاتلة. ما أدري هو هذا ولا هم يقولون على اليمين. شوفوا الخباري كيف، وحتى عند الجبال الخباري مناظر صراحة. وفي آخر جمعة من هذا الشهر المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أنا والله ما أعرف وين هذا، بس إحنا في الخميس مشيت وأبها صراحة كلها فن. وهذا مكتوب مسرح طلال مداح. هذا شارع الفن، وهذه الأشجار اللي دائما تشوفون فيها ورود جميلة ما شاء الله على الأشجار هذه. والله كنا بلاستيك. هذا شارع الفن من أوله. هذه اللي تشوفوها دائما في المقاطع وكيف بنفسجية. الأمطار شوفوا كيف تحت ما شاء الله تبارك الله المدينة. شوفوا المنظر كيف، شوفوا المنظر. تأجر خيمة وتجلس فيها، وهذا المنظر جبل يعني أنت تصعد فيه يعني ترتفع لا شعوريا. كم كيلو باقي؟ 4 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. عسى هذه بوابة خميس مشيت. هذه ما بوابة بس مو مكتوب عليها شيء. مو مكتوب عليها شيء. والله المنطقة هنا كلها ما شاء الله مناطق جميلة صراحة. والسحاب ما شاء الله. وهذا السحاب. شوفوا البيت هذا فوق كيف؟ فوق الجبل على اليمين. هذه البيوت ما شاء الله كيف. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بستان هذا. هذا قصر داخل بستان.
هذه البيوت ما شاء الله كيف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بستان هذا قصر داخل بستان ما شاء الله تبارك الله على اليسار مدينة كاملة على هالجبل على اليسار قبل البيوت على الجبل حي كامل هذا والله كانها كلها بيوت جديدة بعد شكلها بيوت جديدة ما انسكنت والله كلها بيوت جديدة ما فيها أحد ساكن اللي عظم واللي مسبوق عندهم الجح او الرقي ما شاء الله السلام عليكم سلام يا مرحبا سيد على كم في 15 في 20 في 30 في 35 ايه اللي فوق هذه كم؟ هذيك؟ اللي فوق هذيك؟ ايه هذه على 35 35 لكن حب شرط صورها؟ شو اصورها؟ ايش ذا؟ اصورها؟ ايش هو ذا؟ صور تصوير ايش؟ تصوير كيف تصوير؟ يعني اصورها يصورها يعني وبعدها؟ سلامتك تشتريها؟ طبلت السالفة أما أيوة ولا لا شكرا لك أنت تبغى تشتري ولا كيف؟ لا أبغى أشتري بس غالي 35 غروب الشمس منا بدا واصوات الطيور اللي تغرد هنا والله ما شاء الله غروب الشمس درجة الحرارة هنا 22 والصغرى 13 والله برد يصير عندهم 13 يعني الجو بارد
طوال العام تقريبا كذا درجة حرارة عندهم. نشوف جبل السودة كم درجة الحرارة إذا وصلنا إن شاء الله. والله ما أدري إحنا وصلنا خميس بشيط أو لا، هذه خميس بشيط ولا وين إحنا فيه. أنا حاط الخريطة على جبل السودة، خميس مشيط. أوه احنا بخميس مشيط مضبوط، احنا في خميس مشيط، احنا في خميس مشيط، والخريطة من قلت خميس مشيط اعطاني 7 كيلو، 7 كيلو يعني احنا خميس مشيط. وهذه أول إشارة تقابلنا، أول إشارة تقابلنا من طلعنا من الرياض. تخيلوا أول إشارة مرورية من الرياض إلى خميس مشيط، يعني إذا طلعت من الرياض ما تقابلك إشارة إلا في خميس مشيط. هذه المدينة على يساري بس مسكر عليها السور، هذا المدينة على يساري والزحمة على يساري. خميس مشيط، كيف كذا يعني؟ فرق الذهب. ايش الكلام هذا؟ منا للسودة يعني جبل السودة منا على طريق الدخلة هذه؟ معقولة؟ يلا نشوف ايش الدخلة هذه. دخلة بين عليها حلوة والله، بين بساتين واصوات الطيور والاشجار تشعرني كأني طفل صغير. هذه الاشجار وهذه الطيور كيف كذا؟ هذا يقول لك روح من هناك وبعدين نرجع منه. الأشجار اللي زي كذا وأصوات الطيور تشعرني بأني طفل صغير. وهذه الشمس. يلا يا راعي السوبر.
والله ما ادري ايش الحكمه، هذا جابني من الدوار ودخلني من هناك ورجعني لنفس الدوار، ما ادري ايش في جوجل. اوه نجران ديرتي يا نجران، ايه الله كريم ان شاء الله. هذا الدوار اللي جابني معه ولففني يمين ورجعني منه، يلعب علي جوجل يرجعني منه، وبعدين يقول لي روح سيده. شفتوا كيف؟ انا جيت من الشارع هذا اللي جاي من اليمين، قال لي روح سيده، وبعدين لففني يمين، بعدين رجعني منه ويقول لي روح منه. يبقى يضيع علي الوقت الظاهر. ما باقي وقت بتغيب الشمس. طبعا انا امزح مع جوجل، او بالاحرى امزح مع، يعني حبيت بس اضحككم شوية يعني، لان جوجل بالفعل احيانا يسوي كذا فينا يعني، ما تدري ليش يوديك منه وبعدين يجيبك منه. على كل حال جوجل حقيقة يعني سابقا كنا وين والآن وين، توقف تسأل يعني السؤال ما في شيء، مثل ما يقولون المثل القديم من سأل ما ضاع، ما الآن ما حد يسأل، كل السؤال لجوجل، وين السودة، وين خميس الشيط، وين أبها، وين يوديك، وإضافة خدمات كثيرة بعد. أنا والله ما أعرف وين هذا، بس إحنا في الخميس مشيت. إيش المكان هذا؟ بس إحنا في الخميس مشيت. بس الظاهر انه صناعية، هذا المكان صناعية، كله محلات كفرات وجنود، وكفرات وجنود كل المحلات. ما شاء الله هذه شكلها حديقة، هذه كأنها حديقة جميلة والله، فيها أشجار جدا جميلة. هم قصقصين الشجر وصابرينه. هذه مدينة خميس مشيت.
هذه السيارة تدخل السيارة حاول الحق ماني قادر هذا الطريق اسمه طريق الملك فهد، يعني تذكرت من خدمات جوجل مو يعني يعلمك وين المكان، لا ويعلمك اسم الشارع اللي تمشي فيه والشوارع اللي حواليه. تذكرت وطالعت ولا مكتوب طريق الملك فهد، طريق الملك فهد وخميس مشيت روح يمين اخذ يمين والله هذا التصوير مسير متعب جدا في المونتاج، تصوير كاميرتين ويبغى لها ترتيب، ما تعرف ان اللقطة هذه من هذه، يعني تبين هي تبين لكن تحتاج الى ترتيب، تشيل هذا وتحط هذا. والله المستعان، وين الترتيب يا اخوان؟ ايش الكلام هذا؟ ما صار دوار هذا، يمكن النظام خميس مشيت كذا، واحد يطلع واحد يوقف. هذه شكلها حديقة، هذه كأنها حديقة أو جميلة والله، فيها أشجار جدا جميلة. هم قصقصين الشجر وصابرينه. وهذه مدينة خميس مشيت. زلنا في طريق الملك فهد، وباقي 46 كيلو على جبل السودة أو منتزع الملك عبد الله بالسودة. هذا الطريق يودي الى ابها مكتوب له السودة،
يوديه إلى أبها ويوديه إلى الطائف ويوديه إلى مكة وكل المناطق. هذا الطريق ما شاء الله غروب الشمس خلف السحاب. تعطي ألوان برتقالي وأصفر وأحمر. ما زلنا في طريق الملك فهد. طيب فوق ولا تحت؟ ما في علامة غريبة. والله احنا سباق مع الوقت. يأذن 6:24 وهذا يقول الوصول 6:34 يعني بعد الأذان بعشر دقائق نوصل إلى منتزه الملك عبد الله. ما زلنا في طريق الملك فهد. خميس مشيت سبحان الله يعني دائما أكبر الطرق في المملكة في المناطق باسم طريق الملك فهد. أعتقد لسبب أنها يعني معظمها تمت في عهد الملك فهد يعني حاصل أن الطرق تسمى في عهد الملك الحالي يعني لما يصير طريق جديد أو كذا رئيسي يسمى بطريق الملك الحالي. حتى في الكويت أكبر شارع في الكويت طريق الملك فهد وسبب تسميته أن سمي بطريق الملك فهد لأن حرب الخليج اللي حصلت في 90 في زمن الملك فهد فكانت وقفة الملك فهد مع دولة الكويت وشعب الكويت فسمي هذا الشارع. ما أدري والله إيش كان اسمه سابقا وبدلوه إلى اسم ما شاء الله تبارك الله كيف الشمس بدلوه إلى اسم طريق الملك فهد. ما زلنا في طريق الملك فهد. والله طريق طويل طريق الملك فهد. ومدينة خميس مشيت مدينة كبيرة بالفعل يعني.
تخيلي أكبر من الدمام. يا ساتر يا ساتر شو الصوت يا ساتر، ما شاء الله تبارك الله، عندهم الراشد مول، هذا الراشد مول، كنت احسب الراشد مول بالخبر بس، ما شاء الله فخم بعد، بس الاشجار غطت علينا، الأشجار مغطية علينا، راشد مول، هذا راشد مول، راشد مول، أيوة سارت الشمس أمامنا الآن، صارت الساعة 6:10 ونص ساعة، باقي لنا نص ساعة، مركز عناية، هذي خميس مشيت يا ساتر يا ساتر يا راعي الاكسنت، والله خرعني، انا ماسك اقصى اليمين بعد عن الشارع كله، ما زلنا في طريق الملك فهد، الجامع ما زلنا في طريق الملك فهد في مدينة خميس مشيت،
فروا سيدة فروا سيدة. والله ما توقعت كثافة المباني بهذا الحجم، هنا وهنا، ايش هذا؟ ولا القاهرة. ما شاء الله تبارك. على كذا نشوف لنا مطعم، نشوف مطعم ونفطر فيه، وطوفت اللفة، طوفت اللفة يا أبو صالح. نشوف لنا مطعم نفطر فيه وسكن نسكن فيه، والصباح نطلع السودة. طلعنا الآن ما منا فايدة. يكفيكم المنظر هذا، شوفوا كيف، يا سبحان الله، ايش هذا؟ الحين خريطة يقول لي ارجع منا، الحين غير الخريطة هذه، يا سبحان الله. بدينا الطلوع، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا طريق الملك خالد. طريق الملك خالد. وهذا فندق قصر السلام. قصر السلام. مطعم، نبغى مطعم. ما في مطعم على طريقنا؟ الله المستعان. Thank you.
وبدأ الطلوع. كأنه مطعم هذا كأنه. طلع ما هو مطعم. هذا ركن البروستد. نبي ندخل ركن البروستد وناكل بروستد. يلا. إن شاء الله نحصل موقف بس. في موقف. بس فاتح المطعم أو بس الإضاءة. لا والله تعال بس إضاءة ما هو فاتح. ليش طيب مولع اللمبات يعني عشان محامص دلة. ايش هذا؟ محل عصير شاورما. هل هذا محل عنده فطور؟ في فطور؟ فطور؟ لا تفضل معنا. الله يكرمك. نفطر سوا. ما في مطاعم هنا؟ شوف تحت. قدام؟ إيه؟ الله يعطيك العافية. نفطر سوا. الله يكرمك. والله. بارك الله فيك. محل شاورما بس ما يقدم فطور. الشاورما تصلح يعني مو مشكلة بس يعني ما أدري إيش اللي حصل يعني إيش المنظر الذهبي هذا. إيش كذا مش طالع كويس. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اوه بارد الجو. اوه يلا مش مشكلة. معاي اكل انا معاي اكل. أذن المغرب. الله أكبر الله أكبر. أذن المغرب وأنا أفطر في شوارع خميس مشيت. الله المستعان. نشوف هذا النزل. شوف هذا النزل. السلام عليكم. في غرفة؟ ها؟ في غرفة؟ في غرفة.
في غرفة؟ في مطعم؟ ها؟ أكل فيه؟ أكل في مطعم هنا؟ مطعم كم غرفة؟ كم فلوس؟ 120 يلا أوكي. والله أخذنا شقة في نزل البحيرة مقابل جبل السودة، تطلع لها سيدة على جبل السودة والسعر كويس يعني. والله في غرفة وصالة ب150، بس اخترت اللي فيها بلكونة عشان تطلع على الشارع وكذا، يعني على أساس أنا أصور فنبغى المنظر. وهذا الاستقبال ما شاء الله. ايوه هذا بوكس. ايوه اوكي. انت في مفتاح اوكي. كيف يجي انت داخل بعدين؟ ثانية كله رفع البصرة وكل شيء كذا. ايوه ما شاء الله شقة كبيرة. ايوه غرفتين وصالة حمامين وثلاث بلكونات. حمام ومطبخ. هذا حمام، هذا مطبخ، هذا غرفة. ايوه هذا غرفة سريرين، هذا رئيسي، وهذا غرفة رئيسية. يعني مع اني خواف انا من البلكونه، ما لها سور لها شبك. الشبك هذا عندي فوبيا من المرتفعات. المنظر جميل هنا. دفعنا فرق بس عشان ناخذ ركب صالة. لا ركب ركب غرفة هنا. خلي هنا غرفة ركب هنا. والمنظر من هنا والهواء مثلج، مو مثلج يعني بس بارد بارد يرد الروح. اي نعم الحمد لله. كأنك قاعد بالشارع، كأنك جالس في الشارع. منا ولا منا؟ الساعة الآن 3:30 الفجر. الحمد لله أول ما وصلت أفطرت وصليت المغرب والعشاء ونمت. نمت بعدها وصحيت الساعة 2. صحيت الساعة 2 والحين طالع أنا بروح شارع الفن. درجة الحرارة الآن 14. الجو بارد ما شاء الله. اي والله أبهى أبهى البهية. والله كريم. شوف جبل السودة كم درجة حرارة فيه. وهذا جبل السودة درجة حرارة 10 درجات.
وجبل السودة 10 درجات. نعم هذه الأجواء كل يوم على الحالة هذه، ما شاء الله تبارك الله. وطالع إلى شارع الفن، وأبها صراحة كلها فن، كل شوارع أبها فن. صحيت من النوم الساعة 2، والآن الساعة تقريبا 3:30، فما عندي شيء، ما أقدر أروح مكان إلا بعد الفجر، فقلت أطلع أخذ لي جولة وأروح شارع الفن، نشوف شارع الفن، والله كريم.